نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وإن توفيق الله عز وجل نستمر فقراتنا للرسالة الواسطية أو العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 8 من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى وقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، من وأنا أمين من في السماء. من في السماء حديث صحيح، وقوله والأرض فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، فارق الحب والنوى، منزل منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الضر. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تبصرون. طيب، الحمد لله. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى كما بينا في الدرس الماضي إلى ذكر فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات. وعلمنا أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع. والشيخ بدأ بذكر الأدلة من كتاب الله الدالة على إثبات بعض الصفات لله عز وجل، وإلا صفات الله لا حد لها. ثم انتقل وعقد فصلا في بيان ما جاء في السنة، وذكر بعض الصفات التي وردت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله عز وجل. وهذا هو الحق، أننا نعتقد بالله عز وجل ما وصف الله به نفسه، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه. لماذا؟ لأن الله هو أعلم بنفسه من خلقه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه، فوصف نفسه بصفات وذكرها في كتابه. فما موقفنا؟ نؤمن بكل ما وصف الله عز به نفسه في كتابه، لأن الله عز وجل أصدق من يتكلم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وهو جل وعلا أعلم بنفسه من خلقه. فذلك لصدق كلام الله عز وجل ولعلمه سبحانه وتعالى بنفسه وجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله من أسماء وصفات الله جل وعلا، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، صادق يتكلم بالصدق، مصدق أي الله يقره على ما يقول، صدقه الله عز وجل. حتى أن من أسماء الله عز وجل الحسنى المؤمن، ومعنى المؤمن أي الذي يصدق رسله على ما يقوله. وقال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
فما أخذ الله من نبيه باليمين ولا قطع من الوتيد، معناه أنه لم يتقول على الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. لما كان هذا شأنه صلوات ربي وسلامه عليه، صادق مصدق، ما ينطق عن الهوى ولا يتقول على الله، وجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. ما موقفنا؟ نؤمن ونثبت لله كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلى. وهذا كله يا أخوان من غير تعطيل، لأن التعطيل معناه النفي والإنكار، ومن غير تحريف، لأن لا يجوز أن نحرف، والتحريف يؤدي للتعطيل، ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء، ومن غير تكييف، الله له كيفية، لكن معنى غير تكييف يعني لا نتقول على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية، ونحن لا نعلم. والله يقول: ولا يحيطون به علما، ما نحيط بالله علما، فالله في الغيب لا نعرف كيف يتكلم ولا كيف ينزل ولا كيف يجيء ولا كيف وجهه ولا كيف يداه. لما؟ لأنه في الغيب. والله وصف عباد المؤمنين فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنؤمن بما غاب عن حواسنا مما جاء في الكتاب والسنة من ذاك كله، لا نشك في شيء منه ولا نكذب شيئا منه، بل نؤمن به كله، كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب، ذكر ما ذكر المؤلف، وقفنا على قول المؤلف وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من اللي في السماء؟ الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تأمنوني على ما أخبركم، على ما أحكم بينكم، وقد أمنني من؟ من في السماء، الذي في السماء هو الله عز وجل. تقدم معنا ونكرر، ما معنى في السماء؟ الله في السماء، أمنتم من في السماء، يعني إيش؟ لها معنى يعني. الأول أبو تركي: في السماء يعني على السماء، في بمعنى على. هل تحفظ شاهدا على هذا؟ قل سيروا، أرفع صوت، قل سيروا في الأرض، في الأرض يعني على الأرض. وقال جل وعلا: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ففي تأتي بمعنى على، وهكذا يقال في الآية والحديث: أأمنتم من في السماء، وفي الحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني من على السماء، ولا إشكال فيه. المعنى الثاني: في السماء يعني من يعرف، نشوف يعني على السماء، على قلناها في السماء يعني على السماء. الثاني في العلو، السماء بمعنى العلو، هنا السماء تفسر بمعنى العلو، وليس هذا بتفسير، أصلا السماء معناها العلو، حتى أن السماء سميت سماء إيش؟ لعلوها. والسحاب وهو دون السماوات السبع الشداد، قريب السحاب، يسمى سماء. والأدلة كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء. من أين نزل السماء؟ من السحاب. فسمي السحاب سماء، وسميت السبع الشداد سماء لعلوها. والله عز وجل في السماء يعني في العلو، وهذا حق الله في العلو، كما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. قال جل وعلا: وهو العلي العظيم. فالله عز وجل هو الكبير المتعال، وهو العلي العظيم، وهو الأعلى. ففي السماء يعني في العلو، وكلاهما حق. يقول: حديث صحيح، هو في البخاري ومسلم. قال: وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هنا العظمة، شوف يعني الآن أين العرش؟ العرش عالي جدا وبعيد، السماء الدنيا هذه بعيدة جدا جدا، ثم أن السماء الواحدة سمكها مسيرة 500 عام، ثم ما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام، وهي سبع سماوات شداد، وفوق السماوات العرش، والعرش هو المخلوق العظيم الكريم المجيد، وربنا جل وعلا فوق العرش. هي مسافة بعيدة جدا هذه في حق البشر، بعيدة جدا ولا جدا جدا بعيدة، ومع ذلك لا تخفى عليه منا خافية ولا من غيرنا.
فإذا قال وهو يعلم ما أنتم عليه مع علوه هو كذلك بكل شيء عليم بكل شيء محيط على كل شيء قدير لا تخفى عليه خافية بكل شيء بصير وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى ربنا العظيم واسمه العظيم واسمه الكبير واسمه الجبار فمن كبريائه ومن عظمته جل وعلا أنه مستو على عرشه ويعلم ما نحن عليه فقال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره طيب يقول وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث مشهور صحيح في مسلم وفيه قصة وهي أن جارية كانت ترعى غنم لرجل الصحابة اسمه معاوية اسمه معاوية ابن الحكم مش معاوية ابن سفيان كان له أغنام نحو أحد يعني جبل أحد وكان له جارية مملوكة عنده ترعى هذه الغنم فجاء الذئب فذهب بواحدة معنى أن أهملت فالرجل غضب عليها وصفعها ثم ندم على ما فعل فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يكفر عما ارتكب في حقها فيريد أن يعتقها لكي يعتق رقبة مؤمنة فذكر للرسول صلى الله عليه وسلم قال وأني آسف كما يأسف بني آدم يعني غضبت كما يغضب الناس فصفعتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله قالت في السماء قال له ومن أنا قالت أنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة فشهد لها من بالإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قالت بأن الله في السماء وأنه صلاة ربي وسلام عليه رسول الله فصار هذا الحديث فيه من الفوائد ما فيه منها جواز السؤال عن الله بأين لو لم يكن ذلك جائز لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية بماذا بسؤال أين الله وبهذا يتبين خطأ من يقول سبحان من لا يسأل عنه بأين وللأسف أن بعض الناس يسمعه يقول سبحانه لا يسأل عنه بعين بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين سأل عن الله عز وجل بماذا بأين فيسأل عن الله بأين ولا بأس بهذا أبدا بل هذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن الإيمان بأن الله في السماء من لوازم الإيمان بالله عز وجل لأن هذا الجار لما قالت الله في السماء وأنت رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق فإنها مؤمنة تأمل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الجارية أنها مؤمنة لأنها قالت الله في السماء كيف يحق لأحد أن يأتي ويعترض يقول تكون مؤمنة لأنها قالت الله في السماء سبحان الله تقول مؤمنة لأنها قالت الله في السماء من الذي قال أنها مؤمنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلو تفكر هذا الذي يعترض هذا الاعتراض أنه ماذا يفعل هو معترض على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتقاد بأن الله في السماء هذه عقيدة عظيمة مما يدل على عظمة هذا الاعتقاد أن الله عز وجل أثبت علوه بأكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة وحي القرآن ووحي السنة أكثر من 1000 دليل تجاوز 1000 دليل في إثبات علو الله عز وجل كيف يقال أن هذه الصفة ليست صفة عظيمة لولا عظمة هذه الصفة ما كررها الله عز وجل وكررها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن مجموع نصوص الكتاب والسنة في إثبات علو الله عز وجل تتجاوز 1000 دليل وهذه الأدلة التي تجاوزت 1000 ليست هي من نوع واحد بل هي متعددة الأنواع فهي متكررة ومتنوعة
متكررة ومتنوعة. التكرار واضح، مثل آمنت من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمون في السماء، ثم قال أم أمنت من في السماء أن يرسل عليكم حاصب، هذا تكرار في السماء في السماء. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ذكر كم مرة في كتاب الله جل وعلا استوى على العرش؟ 7 مرات، هذا تكرار. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كان الله أنزل القرآن دليل على علوه. كم مرة في القرآن الله أنزل القرآن، أنزل الكتب، أنزل التوراة، أنزل الإنجيل، كم؟ كثير صح؟ فهذا التكرار. أما التنوع فخذ، تارة ذكر الله عن نفسه بأنه استوى على العرش، وتارة ذكر عن نفسه أنه في السماء، وتارة سمى نفسه الأعلى، وتارة العلي، وتارة وصف نفسه فقال الكبير المتعال، وتارة قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتارة قال إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة قال تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج من أسفل أعلى، وتارة فوقية كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقه وهو القاهر فوق عباده. لا، وتارة قال إيش عن عيسى بن مريم؟ بل رفعه الله لي، إني متوفيك ورافعك إلي. وتارة ذكر أن عنده صلى الله عليه وسلم أن عند الله كتاب كتبه عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. هذا اسمه ماذا؟ تنوع. إذا الأدلة متنوعة ولا متكررة؟ ها، متنوعة ومتكررة. كم تكررت؟ أكثر من 1000 دليل. كل هذا لا يدل على أهمية صفة العلو، لا يدل على أن الله عز وجل يثني على نفسه بصفة العلو. الله عز وجل هو الأعلى، هو العلي، هو العظيم، هو فوق خلقه جميعا، ليس ثم مخلوق فوق الله، الله فوق إيش؟ فوق كل شيء. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا، أي إنسان يشكك في علو الله عز وجل قل له أنت فوق الله أو الله فوقك، أو أنت مساو لله أو لا تعلم أين أنت. هل يستطيع أحد يقول أنا فوق الله والله تحتي؟ ها؟ ما تقبله فطرة. هل يستطيع أحد يقول أنا مساو لله؟ ما تقبله فطرة. هل عاقل يقول أنا لا أدري أين أنا؟ لا، مجنون أو نائم أو مغمى عليه أو توه فارغ من البنت حتى يقول أنا لا أعلم أين أنا. صعب. إذا بقي احتمال واحد وهو ها أن الله فوق وجميع خلقه تحته وهو القاهر فوق عباده، والقاهر فوق عباده. فلا يقال سبحانه من لا يسأل عنه بعين، يقال سبحانه لكن ما يقال لا يسأل عنه بعين، بل يسأل عنه بعين، والذي سأل عنه بعين من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث شغب عليه كثير من البدع، سبحان الله، لأنه يدل على أن الله في السماء، فقالوا هذا حديث ضعيف، وضلوا بذلك ضلال مبين. الحديث في صحيح مسلم، والصحيحان كما تعلمون مما تلقته من الأمة إيش؟ بالقبول. وليس في هذا الحديث ما يوجب الضعف، حتى بعض الأحاديث التي انتقلت على مسلم ها ليس من هذا الحديث. وبعضهم ماذا قال؟ قال هذه جارية صغيرة قالت كلاما فيه من اللغو ما فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم تجاوزه، وهذا كلام باطل، لأن لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع باطلا ويقره. تقول الله في السماء والله ليس في السماء، يقول مؤمنة، يمكن هذا؟ لا يمكن. وذاك لما قالت جارية من الجواري وكانت تغني بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عيد أو نحوه، قالت وفينا نبي الله يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم فوث ولا أنكر عليها؟ قال لا تقولي ذلك، وعودي قولي كما كنت تقولين، يعني خليك على ما كنت تقولين، لا تقول هذا الكلام. لما؟ لأن لا يعلم ما في الغد إلا من؟ إلا الله عز وجل. وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن الله عز وجل أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت علو الله عز وجل بالتقرير، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إما قول
أو فعل أو تقرير. أما الأقوال فكثيرة، منها الحديث الذي ذكر قبل قليل: ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء. ومن الحديث المشهور الذي يحفظه جمهور المسلمين وهو: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من اللي في السماء يرحمنا؟ الله عز وجل. فكلام النبي بالقول أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم علو الله عز وجل، وبالفعل سنته ماذا أكوان؟ إما قوله أو فعله أو تقريره. بالفعل أشار أمام ملأ يوم عرفة يقول: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم بشر. وكان يشير بأصبعه إلى السماء ثم يكتل الأرض: اللهم اشهد. بالحركة بالفعل، فأثبت علو الله عز وجل بالفعل. إذن بالقول ها والفعل، بقي ماذا؟ التقرير. أين التقرير؟ حديث الجاري أن قال: أين الله؟ قال: في السماء. ما علق عليه ولا كلمة. من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فأقرها على أن الله في السماء وأنه رسول الله، ثم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فدل على علو الله عز وجل من السنة ماذا؟ قوله صلوات ربي وسلام عليه، وفعله وتقريره. والحديث يدل على ماذا؟ على أن فطرة الناس، الفطرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى، أو أن الناس يستدلون على علو الله بفطرهم. فهذه ما تعلمت، لا عندها شهادة دكتوراه ولا بروفيسور ولا بحوث ولا تخرجت ولا معزم. صح ولا لا يا محسن؟ محسن صح ولا لا؟ تعال تعال عازم مكان على المكان، انتبهوا لي يا إخواني، إذا نام علموني عليه. خلاص تعال يلا، تعطلتنا على الدرس، يلا ما نبي نوم. أيوة، هذه سنة من السنة. إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول. صحنا ليلة الجمعة، لكن العلة واحدة: نعس أثناء الخطبة أو نعس أثناء درس إيش؟ العقد الواسطية. هم يتحول الحين. شو لاحظوا لاخذ درس ما راح هنا، وأقول لكم خلاص التوبة النوبة. طيب نعود الآن. ماذا كنا نقول؟ الفطرة تدل على علو الله. فهذه الجارية ما درست شيئا، رعيت غنم، حتى بالرعي ما ضبط الرعي، جاء الذئب وذهب بواحد، ومع ذلك أقرت أو قالت بأن الله في السماء، بخلاف كثير من الدكاترة والمتعلمين والجامعيين، منهم من لا يعرف أين الله عز وجل، ومنهم من يقول الله في كل مكان والعياذ بالله، ومنهم من يقول إيش يعني الله عز وجل في أجواف الناس وفي باطل. لكن هذه الجارية لأنها من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ليست من مدارس والمعاهد الأشعرية والكلامية، قالت: الله في السماء، قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفطرة، الفطرة إنسان من فطرته يعرف علو الله عز وجل. ولو سألت حتى بعض الكفار على فطرته تقول: أين الله؟ يقول لك فوق. وأنا سألت واحد هندوسي عباد البقر، قلت له: أين الله؟ قال: الله فوق، يعبد البقر. تعرف الله؟ قال: نعم. أين الله؟ قال: الله فوق. والله يقول: ليش تعبد بقر؟ قال: مخ ماكو، بابا ماما وانا وياه. تعرف الله؟ قال: اعرف الله. تعرف الله؟ قال: الله فوق. والله يقول. ولذلك الجويني سأل الهمداني أو الهمداني، تناظر معه فقال الهمداني: دعنا من هذه المقدمة، قيل وقال وقيل، لكن أخبرني ما قال عارف يا رب قط إلا وجد ضرورة أتوجه إلى العلو. شوف، حتى الساجد وجبهته في الأرض يدعو الله عز وجل وقلبه متجه إلى أين؟ إلى العلو. حتى الساجد قال: دعني من هذا المقدمة، لكن أخبرني ما قال عارف يا رب قط إلا وجد ضرورة يتوجه إلى العلو. هذه إيش مصدرها؟ فقال جويني: حيرنا الهمداني، حيرنا الهمداني. صح، ما لها جواب. الله فوق، ربنا جل وعلا فوق كل شيء. ولذلك ذكر، أنا ما شاهدت هذا الشيء لكن سمعت، أن بعض الطلبة قد درسوا في كليات أو معاهد في تركيا، وجاءوا الحج والتقوا بشيخنا عثيمين رحمة الله عليه، فأخذ تناقشوا معه عن علو الله عز وجل. فقال لهم الشيخ: أنتم حجاج صح؟ صح، موسم الحج. قال: بالأمس كنتم في عرفة تدعون الله مع المسلمين. قال: نعم. هم أدركوا الآن من الشيخ بيقول لهم: كيف كنتم تتوجهون في الدعاء؟ فقال: كيف كنتم تدعون؟ فقال أحدهم: ليس بالضرورة أني أدعو أرفع يدي، أنا ممكن أضع يدي خلف ظهري وأقول يا رب يا رب، ورفع نظره.
فقال الشيخ لماذا نظرت إلى العود تقول يا رب يا رب؟ ما في صعب صعب إلا إنسان يخالف عقله، إلا يتعصب لمذاهب باطلة، إلا يؤكد الكلام اللي درسه في كليته أو قاله شيخه. ما في كبير صغير عجوز شيخ عربي عجمي، الكل يجد ضرورة. الله وين؟ ها فوق. فلذلك علو الله ثبت بالكتاب والسنة والإجماع واتفاق الشرائع الأنبياء والفطرة والعقل السليم. العقل السليم يقول إما أن يكون الله خارج العالم أو داخل العالم أو خارج وداخل العالم، في احتمال رابع إلا أن يقول إيش الله ليس بموجود. لا، حتى الجهم يقول الله موجود. طيب إذن الاحتمالات أن يكون الله داخل العالم أو يكون داخل وخارج العالم أو يكون خارج العالم، صح؟ طيب لو كان داخل العالم، داخل العالم موضوع الخسائس وهذا معلوم. الدنيا إيش فيها داخل العالم؟ فيها ما هب ودب، فيها نجاسات، فيها خذارة، فيها دعارة، فيها خمور، فيها كما قلت لكم حسينيات، فيها أشياء كثيرة، صح؟ يلعن فيها الصحابة ويسب فيها الصحابة، أشياء كثيرة. هل يكون الله في هاي الأماكن؟ عقلا يقول لا، هذا أماكن لو قيل لك قد شاهدناك في خمارة أو في كما ترضى، شلون عاد تقول الله في كل مكان الخمارات موجودات والزرايب والمراحيض؟ لابد من تنزيه الله. إذا ما يصح أن يقال الله، قل معي داخل. الاحتمال الثاني أن يكون داخل وخارج العالم. ها الإشكال هذا أيضا يرد، بما أنه داخل وخارج إذن سيكون في الأماكن التي لا تليق، أيضا استبعده. ماذا يبقى؟ أن الله خارج العالم. أين يكون؟ العلو سبحانه عقلا. حتى الناس لما يتكلمون عنه قال هذا فلا من علية القوم، هذا جبت الموافقة جبته من فوق. دائما الفوقية والعلو هذا شيء هو المتقدم، هو له الأولوية. فكيف لا يقال عن الله عز وجل بأنه هو الفوق؟ هو فوق كل شيء، هو أعلى من كل شيء، هو الأعلى، هو العلي، هو الكبير المتعال، وكل من سواه فهو دون الله عز وجل. فهو جل وعلا الظاهر الذي ليس فوقه شيء. طيب يقول وقوله أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت، حديث حسن. هذا فيه الحديث فيه ضعف، لكن يغني عنه الحديث المشهور حديث جبريل لما قال اخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إلا أن يكون يريد الشيخ أن يثبت علو الله عز وجل مع معيته، وهذا لا منافات، لا منافات بين أن يكون الله عز وجل في العلو ومع ذلك مع خلقه، لا منافات. لأن كلمة مع تفيد مطلق المصاحبة، ليس بالضرورة مع الشيء مع الشيء يكون ممازجا له أو مصاحبا له في مكان واحد، ليس بالضرورة، وإنما لها عدة معان وعدة إطلاقات. فلذلك يقال مثلا اللبن مع الدسم، أو الدسم مع اللبن، أو السكر مع الشاي، صح معايا مختلط. وتقول صليت مع الجماعة، يعني في اجتماع في مكان واحد. وتقول الزوجة مع زوجها، يعني في عصمتي، وإن كانت هي في البيت أو في بلد وهو في بلد. ويقال فلان مع فلان، يعني يؤيده، أنت مع فلان ولا مع فلان؟ لا أنا مع فلان، صح؟ فمع لها عدة معاني، حتى أن الشيء فوق الشيء ويقال عنه معه. والعرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر وين؟ فوقهم. يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أعلى منهم. فما المانع أن نقول الله عز وجل معنا مع أنه فوقنا؟ إذا جاز لغة وعقلا وعرفا أن يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ها ومع ذلك النجم أو القمر أعلى منك، فما المانع أن نقول الله معنا وهو أعلى منا؟ لا مانع. ودائما نضرب مثل على أن كلمة مع تطلق لها عدة إطلاقات، كما لو أن إنسان معه حقيبة أو سافر غير. أين حقيبة فلان؟ حقيبته معه. إن كان حاملها بيمينه فيصدق عليه أنها معه، وإن كان بشماله أيضا معه، وإن كانت وضعها أسفل من أيضا معه، وإن كان وضع على من أيضا معه، وإن كان من خلفه يجرها جرا أيضا معه، وإن كانت أمامه على عربة يدفها في المطار أيضا معه.
فكل هذا يقال عنه معه، ليس بالضرورة إذا قيل الشيء مع الشيء مال ولا معنى واحد أن يكون ممازج له. فالله ليس ممازج المخلوقين، لأن الله مستوى على عرشه باعل من خلقه، ليس في شيء من المخلوقات وليس من المخلوقات شيء في الله عز وجل. كلا، الله عز وجل باعل من خلقه، الخالق خالق وكل من سواه دونه وهو مخلوق، فليس الله عز في شيء من المخلوقات وليس في شيء من المخلوقات في الله عز وجل. ولو كان كذلك والعياذ بالله لكان يأتي إنسان ويعبد مخلوقا والله فيه، فيكون إيش يعبد مخلوق، لأن المخلوق في الله أو الله في المخلوق، ونحن أمرنا نعبد من؟ معبد الله عز وحده لا شريك، فكيف يقال الله في المخلوق؟ كما لو أن في مخلوق في الله لكان واحد يعبد الله سيلزم ذاك يعبد إيش مع المخلوق، وهذا الشرك الأكبر. فنحن نعبد إلها واحدا استوى على العرش فوق جميع خلقه، بائن من خلقه، الخالق خالق وكل من سواه مخلوق، والعبادة لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له. فلا يخالط المخلوقين ولا يمازجهم، فليس الله في شيء من خلقه ولا أي شيء، لا في السماوات ولا في الأرض ولا في العرش ولا في البشر ولا في الجن، وليس من المخلوقين شيء في الله، بل الله عز وجل بائن من خلقه وكل من سواه مخلوق بائن ونعيش من الله تبارك وتعالى. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. هذا فيه أدب من الآداب، وهو أنك كنت في الصلاة واضطرت للبصاق فلا تبصق قبل وجهك ولا عن يمينك، لأن جهة اليمين جهة مكرمة، ولكن عن يساري أو تحت قدم. حتى إذا ما تيسر له ذلك لا عن يسار ولا تحت قدمه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو أن تفعل هكذا في ثوبك، فأخذ في ثوبه ونخم فيه ثم يعني تصرف. وهذا ممكن إنسان، ممكن إنسان يتورط ما عنده أي شيء يستعمل مثلا، ممكن ولا ممكن؟ ممكن، صح ولا لا؟ لكن الأدب وأنت في الصلاة ألا تبصق قبل وجهك. وهذا الحديث فيه هذا الأدب، وليس فيه إشكال أن الله عز وجل في العلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الرجل أو المصلي قبل وجهه، وقال: فإن الله قبل وجهه. لا منافاة. أولا، لماذا لا منافاة؟ لأن القائل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ فيه ينافي بعضه بعض أو يناقض بعضه بعض، لا يمكن. ثانيا، أنه ممكن أن يقال الله عز وجل قبل وجه المصلي وهو في العلو. قال العلم نظير هذا، أن الشيء قبل وجهك وهو في أعلى منك. قالوا: الشمس حين طلوعها وحين غروبها. جرب شوف بكرة إن شاء الله مع طلعت الشمس بعد صلاة الفجر، إذا الله وفقه صلاة الفجر وطلعت الشمس، انظر لها جهة الغرب، ستراها إيش؟ قبل وجهك وهي أعلى منك، ولا لا؟ وإذا جاء المغرب قبل غروب ستجد ماذا؟ قبل وجهك وهي أعلى منك. فإذا كانت الشمس مخلوق أو مخلوقة وأنت مخلوق، يمكن أن تكون قبل وجهك وهي أعلى منك، فما المانع أن يكون الله هو الخالق قبل وجه المصلي وهو أعلى منك؟ في هذا إشكال؟ أبدا ما في هذا إشكال، والحمد لله. طيب، يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم نجرب في واحد منكم الآن، بس يعني نتأكد أنه ما راح يهرب، يقول: ليش سألتني؟ ليش حرتني؟ والله آخر مرة أحضر يعدل قاعدتك. ما معنى اللهم؟ دعاء هذا واحد، يعني ما تعرف اليوم، تعرف إن شاء الله ما تنصرف إلا تعرف، بس ها راح أسألك عقب ما نعرفك. ما نقول كلام بالهوى، علمك تحفظه ونسألك بعدين. ما معنى اللهم؟ لحظة شوي، لحد أنا أختار نفسي، أنا أختار نفسي. ضيفنا الكريم، ما معنى اللهم؟ اللهم ربي، اللهم رب، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. ها؟ طافتك أنت جاي عشان اللي طافك أيوة تدرك هذا. يفرح الإنسان إذا كسب معلومة، وهي خير من المال، علم وخير الفتى ما ناله،
من العلم لا ما انحواه وجمع. كن عالما أو متعلما فإن فاتك الخصمان فاصغي لتسمع. يقول وقدر الفتى ما حازه وناله من العلم لا مال انحواه وجمع. فكن عالما أو متعلما فإن فاتك القسمان فاصغي لتسمع. طيب آخر واحد اللي عند المروحة ما معنى اللهم دعاء؟ يعني نفس الجواب. أنت اللي خاص حرجك ها شفت عرفتك من الحركة عرفتك. ما معنى اللهم؟ كل يوم تقولونها اللهم اللهم. طبعا في كثير عارف بس مراضي فعيدة أساس أنا قلت أحضر فعيدة خلنا نكتشفهم الحين نكتشفهم. أيوة أبو قميص ما معنى اللهم؟ أخاف أنه قاعد يقول يا رب ما يسني يا رب ما يسني يا رب ما يسني. كل ما جيت فيه قال يا رب يا رب. يلا أنت حبيبي. أيوة ما معنى اللهم؟ اللهم إن معناها إني أسألك. اللهم معناه إني أسأل. ما في إلا نأخذ من الكبارية الأولين يعرفون. إيه نايم. ما معنى اللهم؟ نداء. نداء يعني شو نداء؟ يعني يا الله. يا الله. شو نايم بس فاهم. نعم. اللهم معناه يا الله. لا 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 معناها يا الله. اللهم معناه يا الله. إيش معناها؟ إيش معناها؟ معناها اسمع ايش معناها يا الله يا الله. ايش معناها يا الله؟ كيف صارت الله كيف يا الله صارت اللهم؟ لان بدا ان يقال يا الله فستكون البدايه بالكلام حرف الياء حرف النداء يا. فحتى للبركه يكون نبدا بلفظ الجلاله الله بسم الله الله اللفظ العظيم حذفت الياء بدا ان يقال يا الله صارت الله على طول. والميم هذه اللهم الميم هذه بدل على الياء المحذوفة حتى يبين لك بأن في حرف محذوف اللي هو الياء وضع إيش الميم. فأصله اللهم معناها يا الله. ولذلك أنت لما تقول يا الله تقول اللهم تجي تسأل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم استرني اللهم اهدني. فمعنى اللهم أصلها ماذا؟ ها يا الله. حذفت الياء لماذا؟ حتى تكون البداءة بلفظ الجلالة الله. واستبدل عن المحذوف للإشارة أن في شيء محذوف ميم بدل الياء المحذوفة فصارت اللهم. وإلا هي إيش؟ يا الله. الآن ها تشيك على المعلومات. ما معنى اللهم؟ يا الله. ما معنى اللهم؟ يا الله. ما معنى اللهم؟ ما معنى اللهم؟ اللي حطيت يدك على حلقك. ما معنى اللهم؟ يا الله. ما شاء الله ما شاء الله. إذن هذه معنى اللهم. اللهم رب السماوات والأرض. اللهم رب. اللهم رب السماوات والأرض. أنت يا أبا يوسف لماذا قال رب؟ اللهم رب. لماذا قال رب؟ لماذا بالفتح رب؟ يلا يلا ابو حميد ابو حميد فشلتنا صفه يلا درس الأجرومية يعدل نظراتك كيف تطلع معلومه. اللهم مبتدا احنا عرفنا اللهم معناه يا الله فهو منادى ها مبني على الفتح رب بدل المنصوب منصوب صح صح يلا ماشي نغششهم ونعلمهم وندلعهم. طيب اللهم رب السماوات السبع والأراضين ورب العرش العظيم هذا ماذا يسمى؟ يسمى توسل. وهذا من أعظم موجبات استجابة الدعاء أن العبد قبل أن يسأل الله يتوسل إليه. اللهم أنت كذا أنت كذا أنت كذا اغفر لي. تبهتم؟ وهذا كثير أن العبد يتوسل الله عز بذكر ما لله من الصفات الكمال والجمال والعظمة ثم يسأله. فلاحظ هنا كلها توسلات إلى الله عز وجل يعني مثل مقدمة للدعاء يتوسل بها الطالب
السائل ثم يسأل، وهذا أدعى للاستجابة. ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار؟ قال سيد الاستغفار أن يقول عبد: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي في المقدمة، فاغفر لي. وهذا حتى الناس تستعمل اسلوب: يا أخي أنت جزاك الله خير وما قصرت كم مرة ومعروف أنك تمشي الناس وهذا، الله يرحم والديك والمقدمات. ثم يقول: لا وقع لي ولا عطني ولا وافقني، صح؟ فشوف هذا اسمه توسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم رب السماوات السبع والأرض، رب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر شر. والاستعاذة بالله عز وجل وحده من كل شر، الله عز وجل خلق كل شيء، فالاستعاذة معناها الاعتصام بالله ليقيك شر ما استعذت به جل وعلا منه. فتقول: أعوذ بك من شر نفسي، الشر النفسي هي الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر نفسي، وقال: أعوذ بك من سيئات، ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من شرور أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن كل شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، الله أكبر، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا كله واضح والحمد لله، لكن قد يشكل عند بعض الناس: أنت الباطن فليس دونك شيء، هنا الباطن بالعلم سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية، أما الله عز وجل بذاته فهو فوق كل شيء. ثم الدعاء ما هو بعد المقدمة والتوسل كله: اقضي عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم، الله أكبر. طيب، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني اشفقوا على أنفسكم وراعوها، لا تشقوا عليها برفع الأصوات، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله هو السميع وهو على كل شيء شهيد، ولا تخفى عليه خافية، إنما تدعون سميعا قريبا. وقرب الله عز وجل لا ينافي علوه، هو في علوه وقريب جل وعلا، وذلك لأن الله ليس كمثل شيء. لكن هذا القرب لا يعني ماذا أخوان؟ وحدة الوجود أو الممازجة أو المخالطة؟ كلا، الله عز وجل ليس شيء، ليس ثم شيء بعيد عنه، مع أنه فوق العرش، هذه المسافات اللي هي نسبيا لنا بعيدة هي لله عز وجل قريبة، تبهتم؟ وهذا حتى في عند الناس معروف، يعني هذه المسافة لما تقطعها بسيارة قريبة، خمس دقائق بالسيارة، لكن مشي بعيدة. طيب، من هنا إلى البحرين قال لك 35 دقيقة بالطيارة، لكن لو تروح مشي يبي لك شهر ولا نص شهر ولا حسب مشيك مثلا، صح؟ فكيف بالله عز وجل وإن كان فوق العرش خلقه قريب؟ فالله عز وجل قريب، والقرب هو قريب من جميع خلقه، القرب العام، وقريب من بعض، قرب خاص، قريب من المحسنين، قريب من المتقين، فهذا قرب وهذا قرب. لكن الله عز وجل ليس ثم شيء يخفى عليه سبحانه وتعالى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وكل هذا يحمل على ماذا؟ على أن الله قريب من خلقه، وهذا القرب يليق به سبحانه وتعالى، غير أنه ماذا؟ لا يخالط المخلوقين أبدا ولا يمازجهم، بل الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك الأسئلة؟ العداد عندك؟ يلا. خصوص الخاص.
في الصلاة فقط اللي هي الإنسان مثلاً اللي يريد أن يفسر خاصة في الصلاة ولا في أي وقت يكون في اتجاه القبلة يعني ما الإنسان ما يفسر في اتجاه القبلة حتى لو كان غاب الصلاة ظاهر حديث الصلاة فقط ظاهر حديث الصلاة أما توجه القبلة في قضاء الحاجة جاء النهي استقبالها واستدبارها والله تعالى طيب ما اسمك اسماعيل ها سليمان حسوب عليك طيب سليمان تفضل قل سؤالك هذا قبل النوم ادعو ما في ما قبل النوم بعد النوم دعاء مطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة ادعو الله عز وجل قدر ما تستطيع نعم سؤال أحسن عليك هل يجوز الدعاء أو الاستغاثة بصفة من صفات الله وما معنى قول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث نعم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا معناه هذا هو يتوسل الله عز وجل يتوسل إلى الله عز وجل ولا بأس بهذا تتوسل الله عز وجل كما ذكرنا في الدرس أن يقول اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم هذا توسل فالتوسل لله عز وجل بصفة من صفاته لا بأس هذا جائز الذي لا يجوز أن الإنسان يدعو صفة من صفات الله عز وجل كأنها شيء غير الله فيقول يا رحمة الله ارحميني يا مغفرة اغفري لي هذا لا يجوز بل قيل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى لأن صفة الله عز وجل صفة له ليست شيء غيره حتى يقال إيش يا رحمة ارحميني يا مغفرة اغفري لي فمن قال هذا الكلام يدعو المغفرة من دون الله أو يدعو الرحمة من دون الله قالوا هذا لا يجوز وهذا الشرك بالله عز وجل لأن صفات الله عز وجل هي صفات لذاته ليست شيء مستقل ولذلك القرآن ماذا يقال عنه القرآن كلام الله صفة من صفاته حتى أنه يجوز أن يقسم الإنسان بآيات الله ويعني بذلك آيات القرآن لماذا؟ لأن القرآن كلام الله وكلامه صفته فسمعه صفته وكلامه صفته وبصره صفته فلا تدعو الصفة على أنها شيء غير الله فمن دعا الصفة على أن شيء غير الله لا يجوز أما لو قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يتوسل الله عز وجل بما له من هذه الصفة العظيمة فهذا لا بأس به وهذا مأثور على الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث نعم أحسن عليك يقول ذهب أخي إلى أوروبا ولم يجد مسجدا قريبا وهو مبرز في صلاة الجمعة والجماعة فما نصيحتكم له؟ صلاة الجماعة تجب مع القدرة إذا ما وجد مسجدا أو ما وجد جماعة سقط عنه هذا الواجب لكن المسلم واجب عليه أخوان أن يحرص على الصلاة وفي جماعة ما استطاع ذلك سبيلا وأن هذه من أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى ولنعلم جميعا بأن التخلف عن الصلاة والجماعة بصفة مستمرة أو بصفة غالبة هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله من صفات المنافقين ابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب وما في التخلف عنهما من الإثم والعقاب لأتوهما ولو حبوا أي يمشون على أيديهم ورجلهم ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على من لا يشهد الصلاة فمن منا يا أخوان يرضى نفسه أن يكون ممن هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه بيته لأنه لا يشهد الصلاة
فقال أهل العلم رب العالمين يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فهذا أمر بالركوع مع الراكعين يعني دليل على ماذا؟ على أن الصلاة تقام جماعة. كما أنها شرعت ماذا؟ متى يا أخوان؟ في أصعب الأحوال وهو حال الخوف والحرب، شرعت الجماعة، فكيف بمن كان في عافية؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائم الصلاة، فهل تجد لي من رخصة يعني يصلي في بيته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجدك رخصة. وفي حديث قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ ما من حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني أقبل على الصلاة أقبل على الفلاح تسمع؟ قال نعم. قال فحيهما، حي الصلاة أقبل على الصلاة لتقيم الصلاة ولتنال الفلاح. كيف المسلم يفرط بهذا الأجر العظيم؟ فالمسلم لا تخلف عن الصلاة بلا عذر، حتى جاء عند ابن ماجه في السنن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وهذا ظاهره يدل على أن الجماعة شرط، بمعنى إيش؟ أنه إذا ما صلى جماعة صلاته باطلة، وقد قال بهذا بعض العلماء. لكن أقل ما يقال في هذا الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر أن الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها بغير عذر. واضح؟ صلى الله يوفقنا وإياكم. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلى أن قال ولا تجد أكثرهم شاكرين ولم يقل عابدين أو موحدين. الشكر عبادة لله عز وجل، يعني أنا ألا تقول صليت ركعتين وأنت تصلي صلاة كاملة، فيطلق على ماذا؟ على الصلاة بأكملها بإطلاق جزء منها، وقال صليت ركعتين مع أنك صليت ماذا؟ تكبيرة إحرام وقيام وقراءة وركوع واعتدال وسجود وجلوس وسجود واطمئنان وجلوس التشهد وتشهد والصلاة الإبراهيمية والسلام، وعدت الركعة هذه مرتين، عدتها الأفعال كلها مرتين صح؟ إلا التشهد مرة واحدة، وتقول صليت ركعتين. فالذي يشكر الله عز وجل هو تعبد الله تبارك وتعالى، فمن عبادة الله عز الشكر، ومن شكره أن تعبده وحده لا شريك له. فمثل هذا لا أشكال فيه، لا أشكال فيه أن يطلق البعض على الكل. نعم. أحسن الله إليك. يدي رب سبحانه وتعالى هل هي كلها يمين أو يمين وشمال؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين، وهذا هو الصحيح الثابت، لكن جاء في حديث أنه يقبض بيده اليمنى ثم قال ثم ويقبض بشماله، فجاء هنا الإشكال كيف يقول بشماله وكيف يقول كلتا يدي ربي يمين. فبعض العلم قال هذه رواية شاذة، يعني أحد الرواة تصرف بدل يريد أن يقول إيش بيده الأخرى فقال بيده الشمال، وبعضهم قال بيده الشمال ولكن ليس كالمخلوق أن يكون الشمال فيها نقص، فيكون كلتا يديه يمين يعني من حيث البركة والكمال، هي حتى الشمال لله عز وجل فيها كمال وبركة، وليس معنى الشمال أن فيها نقص، فلذلك وصف الاثنتين اليدين بأنهما يمين. والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليك. هل قراءة القرآن تفيد الميت؟ قراءة القرآن هل تفيد الميت؟ القرآن يا إخوان أنزله الله للأحياء لتنذر به من كان حيا ليس الأموات، ولكن اختلف أهل العلم لو قرأ القرآن وتبرع القارئ بثوابه لفلان الميت يصله أو لا يصله، على قولين، بعضهم قال يصله وبعضهم قال لا يصله. من قال يصله قال أنه تبرع كما إنسان يتبرع بمالي بثيابي بطعامي يتبرع بحسناتي، فهذا تبرع، لا سيما أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التصدق عن الغير والحج عن الغير وقضاء صوم النذر عن الغير، فقالوا بما أنه جازت هذه العبادات عن الميت قضاء دينه
من صيام نذر والحج عنه عن الميت. فما المانع أن يقول إيش يقرأ القرآن ويجعله للميت أيضا؟ فتوسعوا بهذا وقال وكذاك تقرأ على الميت القرآن. وقال المانعون الذي يشكل على هذا أن القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو وكان له أموات، مات بعض أزواجه، مات عمه حمزة، ومات بعض أصحابه، والصحابة القرآن أيضا يقرؤونه، فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد أمته أن يقرأ القرآن عن أمواتهم؟ وماذا هو لم يقرأه عن أمواته؟ ولماذا الصحابة ما قرأ القرآن عن أمواتهم؟ فهذا إشكال كبير، صح؟ مما يرجح على أننا ما جاء فيه الدليل نقتصر عليه. نعم الحج والعمرة على الميت، نعم الصدق على الميت. قال رجل يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت لكن ماتت فجأة، أفتصدق عنها؟ قال نعم. قالت امرأة يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت عن راحل، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. قال رجل إن أمه ماتت وعليها صوم، أقضي عنه؟ قال لو كان على أمك دين كنت قاضيه؟ قال نعم. قال اقضوا، فدين الله حق بالقضاء. فقالوا الاقتصار على ما ورد في الدليل هذا هو الأسلم، لأنه يشكل إشكال كبير، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن عن غيره ولا علم الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ويحب الخير لأمته ولأموات المسلمين، والصحابة كذلك ما فعلوا. ولذلك أكمل وأنفع ما يكون الميت ماذا؟ الدعاء. فاقرأ لنفسك يا عبد الله وأصلح نفسك وكن ولدا صالحا، ثم ماذا؟ تدعو لوالديك. لا فقط قضاء الدين اللي هو النذر، ما تصوم نفسك. نعم صحيح. المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها هل لها عدة؟ نعم المرأة إذا عقد عليها الزوج ومات عليها عدة 4 أشهر و10 أيام، وترث أيضا من زوجها الذي توفي حتى لو لم يرها بما أنه عقد عليها. نعم يقول بعض الناس إذا وقع في وقفة أو مشكلة كبيرة يقول يا الله أنا دخيلك أو يا الله أنا داخل عليك، فما في هذا القول؟ جائز يدخل على الله، يعني يستغيث به ويرجوه أن يعني يغيثه وأن يزيل عنه ما أصابه، لا بأس. أحسن عليك. رجل أخذ قرضا من البنك واشترى قطعة أرض وبعد فترة تاب إلى الله وسدد القرض، هل لابد أن يتخلص من الأرض التي اشتراها بالقرض؟ لا يلزم أن يتخلص من الأرض التي اشتراها بالقرض، عليه أن يتوب الله عز وجل، وهو في الحقيقة يعني أكل ولم يأكل، هو دفع الأموال دفع زيادة التي إيش أخذها من البنك، صح؟ هو أخذ 10,000 ورجعها مثلا 13,000، فهو أنفق هذا المال كله ماله وأعطى البنك أكثر مما أخذ، لكن ما كان يجوز له أن يتعاون على الإثم والعدوان مع المرابين، لأن هذا المرابي ما يستطيع أن يرابي إلا أن يأتي من يأخذ منه، فلا يجوز أن تأخذ قرضا ربويا فتعين المرابي على الربا، لكن أول ما قد أخذت وانتهى الأمر وسددت اللي عليك فالمال هذا مالك، فأنت إيش قد أكلت ولم تأكل، لكن ليش الحرام على الطرفين، فيلزمك حينئذ التوبة والأرض أرضك. نعم الله أعلم. أحسن عليك، كيف يستمر طالب العلم على طلبه للعلم في هذا الزمن أو الوقت المليء بالمشاغل والفتن والمصائب؟ ما في أخوان عذر، الإنسان يجتهد ويسدد ويقارب، يعني كما أن الآن كثرة المشاغل أيضا سهل العلم، يعني تصوروا في السابق واحد حتى يقف على حديث واحد كم يريد من الوقت من الرحلة من الجهد، صح؟ بل حتى بالعهد القريب حتى واحد استخرج له حديث يحتاج أن يقرأ كتب يفتح اليوم، حتى كل شيء آلي وكل شيء إلكتروني، كما كثرت الأشغال سهلت أيضا وسائل الطلب الشيء. أخوان رغبة، إذا كنت أنت فعلا راغب في طلب العلم حريص عليه ما يعوق شيء، لكن إذا أنت كنت مهمل كسلان آخر حساباتك أن تطلب العلم
إن قضيت كل أشغالك عملت وإذا صار في فراغ جئت تطلب العلم، هذا ما تحصل شيء. لماذا ما تتفرغ لطلب العلم وكل ما هو بعد الدرس بعد القراءة بعد الحفظ تقضيه في ذاك الوقت؟ هكذا الذي يريد أن يطلب العلم يجتهد، يجعل أولويات طلب العلم إذا كان هو حريص على أن يطلب العلم ويحصل العلم. أما يجعل آخر اهتمامات طلب العلم ثم يقول والله كيف أطلب العلم؟ أنت ما اهتميت، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يعني كثير من الناس يوفق الله يفتح الله عليه بالتجارة والعمل، يشتغل شغلين ثلاثة أربعة ثم يقول أريد أطلب العلم، يجتمع هذا وهذا كل شيء سيكون على حساب شيء، هذا طبيعي. لكن أعطي من نفسك يعطيك الله عز وجل. أبو هريرة كان قدوة لهذا الباب. الناس شغلتهم الصفقات في الصفق في الأسواق، يقول المهاجرون الصف في الأسواق يتاجرون، والأنصار في زراعتهم، وكنت ألازم الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، حتى من الأحيان ما يجد حتى ما يأكل لكني لازم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يغشى عليه من الجوع فيظن أنه قد صعق، يعني الصرع، فيضربونه يقول والله وما بي إلا الجوع، من شدة الجوع هو أغمى عليه، ما هو مصروع ولا في شيء. فحفظ ما لم يحفظ غيره، حتى لقب بيش بحافظة حافظ الإسلام، وبلغ من الحديث ما بلغ. فإذا أعطيت من نفسك تحصل من العلم ما تحصل. وعمر الخطاب يقول تعلموا العلم قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تزيد مسؤولياتكم، صار عندكم زوجات ولا أولاد ولا ديون ولا أجارات ولا الآن ما دام فاضي عبد الرحمن ها اطلب العلم، فإذا هبت الرياح فاغتنمها، اطلب الآن. وكلكم ما زلتم ما شاء الله في زمن الطلب. الشيطان قد يعوقك في أشياء كثيرة. بعض الناس يقول أنت الآن تقدم فيك الآن ما تصلح لحفظ القرآن، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصحابة لما نزل القرآن أكثرهم كان كبيرا ومع ذلك حفظوا من القرآن. والواقع يشهد أن في ناس كبار، في ناس والله أخوان نساء متقاعدة، اللي ناظرة واللي دكتورة واللي وكيلة، وحفظنا القرآن بعد التقاعد، وعندها أولاد وعندها كناين وعندها نسايب وعندها أشغال وحفظ القرآن كله. ثم الأمر الثاني أنك لا تقول أنا الحين راحت علي، أنت ابدأ واحفظ وحط في نيتك تحفظ القرآن كله. إن بلغك الله ذلك فبها ونعمت، ما بلغك الله ما قسم الله كنت تحفظ القرآن أخذت الأجر بهذه النية، خسران شيء؟ كم تكلف النية؟ كلفك شيء؟ علمونا إذا النية تكلف شيء. أنوي يا عبد الله أني بختم القرآن، إن حصل حصل ما حصل أخذت أجر بالنية. فأنت دائما من الخير. أما تكسر مجاديف نفسك أنا ما أصلح، لا 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 أنا ما أقدر، لا أنا مشغول، لا، هذا الشيطان الرجيم. إذا قلت لنفسك وأقنعت نفسك ما تستطيع فلن تستطيع، قل أستطيع وأحاول، وبهذه المحاولة بهذه النية يكتب لك الأجر وتنال شيء كثير. كم من إنسان حاول واجتهد والحمد لله فتح الله عليه، لكن هو صدق مع الله عز وجل وتصميم ورغبة واجتهاد بما تستطيع عليه بإذن الله تحصل ما يعني تقر به عينك من العلم والحفظ بإذن الله تعالى. نعم تفضل. أحسن إليك، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الحقيقة والمجاز إذا إن كان في غير القرآن أو في القرآن؟ لا يوجد شيء اسمه مجاز، هذا مما ابتدع أهل البدع وقالوا حقيقة ومجاز، أرادوا بذلك هدم العقيدة. فكلما جاءوا إلى آية من كتاب الله فيها ذكر صفات الله عز وجل قالوا مجاز، فقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز من أجل ماذا؟ هدم العقيدة. حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى بوب بابا في صواعق المرسلة فقال باب طاغوت المجاز، فسمى المجاز طاغوتا لأنه أريد من به هدم العقيدة. فكلما جاءت آية من كتاب الله والآيات كثيرة جدا تعلق بأسماء الله وصفاته قالوا أليس الحقيقة هذا مجاز؟ ومما يدل على أن القرآن ليس فيه مجاز أن أخص تعريف المجاز هو ما صح نفيه، يعني هذا أسلوب مجاز والعقيقة إذا صح نفيه فهو مجاز،
مثلا يقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسدا يخطب على المنبر، يعني رأيت ماذا؟ رأى ماذا؟ يعني خطيبا شجاعا قوي يخطب على المنبر، بدليل قال يخطب على المنبر، ما في أسد حيوان يخطب على المنبر، صح؟ فكلمة يخطب على المنبر معنى أنه رجل شجاع. فلقاء أن يقول لا، ما هو صحيح أنك رأيت أسدا، إذن هذا مجاز، لأن واحد يستطيع واحد إيش ينفي هذا الكلام، يقول لا ما في أسد يخطب على المنبر. واحد ذهب يخطب امرأة، قال فلما نظرت نظرة شرعية والقمر، سمعت قمر يعني القمر نزل، قال لا يقدر يقول لا كلامك مو صحيح، رأيت بشرا لم ترى قمرا، صح ولا لا؟ واحد فلان غزال، يعني ايش سريع يستطيع ذاك يرد عليه يقول لا مو غزال آدمي، فهذا اسمه مجاز، ما صح نفيه يسمونه ايش مجاز. وفي الحقيقة أنها ليس بمجاز، لأن حقيقة الكلام ما يتبادر للذهن، أول ما سمعت أنت فلان قال رأيت أسدا يخطب على المنبر، ماذا فهمت أنت على طول؟ ماذا فهمت؟ ها؟ إنه خطيب، إنه رجل، بدلنا نقول إيش يخطب على المنبر، وهذا رايح يخطب فتاة قال رأيت قمرا، شمع رأيت قمرا، هل يفهم أحد من رأى إيش كوكب من الكواكب؟ ما أحد يفهم، هذا معلوم اصلا. ماذا يتبادر الذهن اذا قلت كان ابن عباس بحرا في العلم، يعني محيط ولا خليج؟ ماذا تفهم بحرا؟ انه ايش عالم سحر، هذا مفهوم. لكن الذي حصل ان الاعاجم دخلوا الى بلاد الاسلام فتعلموا العربيه، اخذوها حرفا حرفا كلمه كلمه، فما فهموا من تراكيب العرب الكلام، ففسروا الكلمه بمفردة مثلها وكلمة بمفردة مثلها، مع أنك لو وضعت الكلمتين لها معنى آخر، لها معنى آخر. وأنا بالأمس حد الدروس القريبة قلت الآن لو قال قائل فلان الله يرحمه كان حمامة مسجد، ايش تفهم من على طول حمامة مسجد؟ على طول ايش تفهم؟ مداوع المسجد، صح؟ لكن لو جاء إنسان أجنبي وفسر ترجم كلمة حمام وكلمة مسجد، ترجمها بدل حمامة قال إيش؟ انقذونا، ما أعرف إنجليزي، ها؟ ها؟ بيت؟ اللي قال هذا بدل مسجد، فلما وضع كلمتين بالإنجليزي حمامة ومسجد، ها؟ ما تعطي المعنى الذي كذلك الذي يتعلم الإنجليزية في أساليب هم يتكلمون، في واحد يأتي ويتكلم ترجمها، افتح قاموس إلكتروني تحط كلمة مكانها كلمة مكانها، ما يعطيك المعنى الصحيح. فالأعاجم لما دخلوا بلاد المسلمين وجدوا أنهم شلون، كيف أخفض لهم جناح الذل؟ كيف تخفض؟ ما عنده جناح، عنده يد، كيف يعني تخفض؟ فقال ها مجاز. لما عجزوا عن فهم الأسالي العربية ظنوا أن هذا مجاز وحقيقة وحقيقة ومجاز، هذا كله كلام فاضي. فلذلك الحقيقة هو ما يتبادر إلى الذهن. الآن من يتبرع يرفع ايده، نسأل سؤال سهل لا تخاف منه، من يتبرع؟ يلا عبد الله. إذا قلت لك فلان بلع الأراضي هذه كلها، ماذا تفهم من بلع الأراضي؟ يعني سندويشات؟ ما تبلع الأراضي يعني سرقها، صح؟ ما في واحد يفهم أن بلع الأراضي أنها طعام وأكله، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ في أحد يفهم هذا؟ على طول فهمه، قال لك بلعها يعني أكلها يعني سرقها، هذا كلام العرب. فمثل هذا قال فلان بلع الأراضي ولا فلان، ها؟ ولا فلان سنة طويل، يعني هل واحد يفهم فلان سنة طويل؟ يعني لما نجيب سنتيمتر يطلع سنة، ها؟ 30 سنتي، هل أحد يفهم هذا الشيء؟ شو تفهم الإنسان طويل؟ ما تفهم الإنسان طويل بهذا، طويل كلام كثير أو يتطاول على الناس أو إلى آخره. فمثل هذه الأساليب المفهومة من أول ما يستقبل الذهن قالوا عنها مجاز، وفي الحقيقة ليس مجاز، هذا حقيقة كلام. وذاك يكون الإنسان يضحك عليه إذا فهم الفهم هذا، تبهتم؟ إذا فهم الكلام بهذا الحرفية الناس تضحك عليه،
ولا لا؟ ولا لا؟ والناس تتكلم هكذا، يقول لي اللي بيعني ببصلة أبيع بقشرتها، إيش معنى هذا؟ إيش تفهم منه على طول؟ في بصل وفي قشر وفي بيع وفي مشتر؟ لا، يعني بما أنه ضربني عرض الحائط، إيش معنى ضرب الحائط هذا؟ يعني أخذه وضربه بالطوفان؟ لا، صح ولا لا؟ هذا مفهوم، مو معنى ضربني الحائط هذا أخذني وضربني، ما يفهم أحد. كثير من كلام الناس ذكم هكذا، وكل يوم ناس تنزل مواضيع مثل هذه. والله فلان عطى سكيب، قلت له شنو سكيب؟ ما اعرف سكيب، فهم قال سكيب هذا طفيت كمبيوتر تعطيه، ها صح سكيب ولا شنو؟ ها صح الغاء يعني، صح ولا مو معنى ان الغاء يعني هذا لها دقمه مثل دقمه الواحد طقه، لا معنى ان ايش كشت فيه. هذا كلام العرب وكلام الناس تتكلم فيه، فهم اتوا الى مثل هذه الاساليب وقال هذه مجاز. وفي الحقيقه ماذا يريدون من هالكلام؟ مجاز مجاز حتى ينفوا صفات الله عز وجل. فما جاء الصفة لله اللي قالها المجاز، وفي النهاية الله ليس له صفات، وهذه عقيدة الاعتزال، نسأل الله العافية. طيب أحسن الله يقول عذان الفجر يقول لو أتى شخص وأضاف قسم رابعا لأقسام التوحيد وأثبت هذا القسم بالأدلة، هل يقبل منه أم يرد عليه؟ ما يقبل منه. يعني من الكلام الجميل اللي قال الشيخ صالح فوزان، قال التوحيد الحاكم، قال التوحيد إخوان المسلمين، توحيد إخوان المسلمين، هذه واحد. الثاني قال الشيخ الثمين، قال لقسموا التوحيد إلى أربع أقسام، توحيد الحاكمية، أرادوا من وراء ذلك تكفير الحكام، قال والله أعلم بنياتي. شفت؟ ما في شيء اسمه توحيد الحاكمية. أهل العلم قرأوا كتاب الله وسنة رسوله من مئات السنين، من مئات السنين، فوجدوا أن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، بما هو واجب له، فنظر فوجد أن الذي يختص الله به ويجب له إما أسماء وصفاته، وإما ربوبيته، وإما استحقاقه للعبادة الألوهية، فما من شيء إلا هو داخل في هذه الأقسام الثلاثة. فالحكم بما أنزل الله، إن أردت بأن الله يحكم فهذا من أفعال الله، قل هو من الربوبية أو قل هو من الأسماء والصفات. وإن أردت أن المخلوق المكلف يجب عليه أن يطبق أحكام الله التي شرعها الله، يطبقها طاعة لله، كما يسجد لله، يركع لله، يصوم لله، يطبق الأحكام الشرعية لله، فيكون تطبيق الشرع والحكم بما أنزل الله هذا من باب إيش؟ التعبد لله بالعبادات المشروعة، فيجب أن يكون لله وحده، فهذا ألوهية. فما هو وجهه أنك تجعل إيش للتوحيد قسم رابع اسم الحاكمية؟ لما؟ قال غير واحد من العلم أرادوا بذلك التوصل إلى تكفير الحاكم، حتى يقول الحاكم عنده خلل في التوحيد فهو كافر. لكن العجيب في الأمر أن هؤلاء الذين قالوا توحيد الحاكمية، ومن أشهرهم وما زال يدافع عنه دفاعا شديدا الشيخ عبد الرحمن الخالد، وإلا به يدعو إلى تطبيق الديمقراطية. طيب وين الكلام المسلمين تقول عنه توحيد الحاكمية وتوحيد الحاكمية؟ وإلا به يؤيد مرسي يروح يزوره بعد زيارة إلى مصر، زيارة خاصة وهو مع القرضاوي، مع خالد المذكور، مع جندر، زيارة حق مرسي الذي لا يحكم بما أنزل الله، بل والذي قال لا 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 مش دولة دينية، دولة مدنية. طيب وين التوحيد والتوحيد؟ وين الكلام يقول عن التوحيد التوحيد؟ إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله شرك وكفر مخرج عن الملة مطلقا، وأن في توحيد اسمه توحيد حاكمية وكفرت الناس هاي سنين كلها، لماذا الآن لما حكم صاحبكم بغير ما أنزل الله ما كفرتموه؟ شيء غريب يعني. فلذلك ما قاله مشايخنا وقرروه هو الحق إن شاء الله تعالى. وأنا إخوان أبيكم الأمر مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. الآن لو تريد أن تعرف مسألة بالتجويد، بالتجويد مسألة دقيقة بالتجويد، يمكن تستفيدها من واحد حليق ولكن عنده قراءات وأسانيد والقراءات العشر وحافظ الشاطبي وحليق، ولن تستفيدها من الشيخ ابن عثيمين. ها الشيخ ابن عثيمين بالتجويد مثل هذولين؟ ها لا، صح ولا لا؟ لأن هذا متخصص أكثر، ويمكن بعضهم يدخن وتجويد فاهمه كله.
لما تأتي لمسائل التوحيد تأخذ من واحد ما له عناية بالتوحيد. هؤلاء علماء 30-40-50 سنة يدرسون التوحيد وقالوا لك ما في شيء اسمه توحيد اسمه حاكم. تجي واحد صار 40 سنة ما درس التوحيد وتقول والله هذا كلامه صح؟ من قال أصلا بتوحيد حاكم؟ سيد قطب المودودي عبد الرحمن خالق ما أدري هؤلاء. لا الشيخ بن باز لا ابن عثيمين لا الألباني لا الفوزان لا من الشيخ سام تيمية 709 سنوات صار متوفي أمس حسبناه صح ولا أول تمس ها؟ وما في حد أتى وقال التوحيد في توحيد اسمه حاكمي إلا هؤلاء ما لهم عناية بالتوحيد. وأنا أقول الآن بالصوت والصورة وأسأل الله أن تبلغ الشيخ عبد الرحمن خالق وطلابه. يا شيخ عبد الرحمن ما لك عناية أنت بدراسة التوحيد؟ صار لك بالكويت 40 سنة وين تدريسك للتوحيد؟ أين التدريس؟ إحنا كم مرة قلنا التوحيد مش معنى أنك كتيب تقرأ مرة واحدة وخلاص. أين دروس التوحيد؟ يروى أن الشيخ بن باز قرأ عليه فتح المجيد 600 مرة. هذا اللي يحتل التوحيد يختمون ويقرون يختمون ويقرون يختمون ويقرون. لكن الناس ما عندها عناية سياسة وتنظيم وانتخابات ومش عارف إيش. يعني ما لا تكاد تجد إنسان أنا لحد الآن ما وجدت أنا عن نفسي ما وجدت لحد الآن واحد قالك والله درسنا كتب التوحيد على الشيخ عبد الرحمن خالق إن شاء الله إن كلامه يبلغني. ما وجدت. تدخل موقعه عند دروس التوحيد يمكن أيام يمكن تسجيل بمسجلات بطارية. وين التوحيد؟ إذا أنت عندك عناية بالتوحيد أختم التوحيد ودرس التوحيد وأختم التوحيد ودرس التوحيد لأن كل إنسان بما فيه ينضح. ثم الشيخ عبد الرحمن خالق يقول هذا اختلاف اصطلاحي مثل ما الناس اصطلحت التوحيد معرفة وإثبات وقصد وطلب وراحوا اصطلحوا مرة ثانية قال ربوبية أسماء وصفات ألوهية. ما المانع نصطلح نقول ربوبية أسماء وصفات ألوهية حاكمية اصطلاح. يا أخي كل هذه المعركة من أجل اصطلاح لماذا لا تنضم إلى سائر العلماء وتترك الاصطلاح؟ فرقت الأمة. وأنا التقيت بالشيخ بالشيخ أبي إسحاق الحويني هنا في الكويت وناقشت معه في هذا الموضوع قال الاصطلاح قلت كل هالتفرقة للشباب أقل شيء اصطلاح. اترك الاصطلاح هذا صير مع أمة محمد صير مع العلماء. قال لي مين قسم التوحيد 3 أقسام إلا ابن تيمية أبو إسحاق الحويني يقول هذا كلام الحين مصور. لا غير مصور رب العالمين يشهد عليه خلينا من التصوير. يقول لي مين قال ابن تيمية؟ قلت طيب ابن تيمية يعني واحد من الشباب ابن تيمية هذا الشيخ الإسلام خليك مع ابن تيمية. لكن أنت من سبقك هذا؟ ما في إلا سيد قطب. ما سيد قطب سيد قطب والله بالتوحيد والعقيدة مسكين. تعرفون شو مسكين؟ لا عنده مشايخ في التوحيد والعقيدة ولا عرف قراءة كتب التوحيد والعقيدة. قد يكون عنده حماس وعنده أدب كذا لكن ما هو من علماء ولا حتى ما يبلغ حتى يكون طالب علم في العقيدة والتوحيد. سيد قطب جعلته هو العمدة في هذا الباب. سيد قطب وسيد قطب وسيد قطب تركت علماء التوحيد علماء مئات السنين مش قبل أمس ولا 20 ولا 30 ولا 40 وهم يتكلموا عن التوحيد ما وجدوا شيء ما سموا توحيد إيش توحيد حاكمية. والشيخ الثمين رحمة الله عليه ينص هكذا يقول لو مسألة اصطلاح لقلنا مع مقبول لكن حتى ما يصح اصطلاحنا هذا ما يصح. يعني بعضهم قال لأن الحكام تركوا الحكم لأهمية الحكم ما أنزل الله طلعنا قسم سميناه الحاكمية. يعني كلما الناس انخفضوا في شيء من أحكام الدين طلعنا قسم. أيهما الآن أهم حكم الحكام بما أنزل الله ولا الصلاة؟ صلاة عمود الإسلام صح؟ ليش ما نطلع توحيد الصلاة؟ لأنه كثير من الناس ما يصلون. ليش ما نطلع توحيد بر الوالدين؟ لما لا نقول توحيد المسواك؟ لأن قليل الناس تستاك. مو صحيح الكلام. التوحيد هو إفراد الله بما يستحق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالله عز وجل له الحكم إن الحكم إلا لله هذا من أسمائه ومن صفاته وهذا من أفعاله والله يحكم لا معقب لحكمه. وتحكيم شرع الله عز وجل من العبادات التي نتعبد لله عز بها. والحكم بما أنزل الله ليس معناه أحكام تتعلق بالحاكم والمحكوم لا
الصلاة حكم، الزكاة حكم، بر الوالدين حكم، الزواج الطلاق حكم، كل هذه أحكام، كل ما شرع الله وأنزل على العباد هذه أحكام يجب على الحاكم والمحكوم والصغير والكبير والزوج والزوجة والأب والابن الكل يجب عليه ماذا؟ أن يحكم بما أنزل الله. ليس هذا خاص بالحكام، لكن الناس هؤلاء الدعاة إلى الكراسي إلى الحكم ماذا فعلوا بالجمهور؟ حتى اللي ما يصلي معهم ما يسألوا عنه، بل حتى لو نصراني حتى لو شيوعي حتى لا لا لا، الحاكم 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 ارحل. ليش ارحل؟ عشان يمسكوا مكانه. والله الذي لا اله الا هو، واللي يقول شو ميدان التحرير التنسيق اللي بينهم انظف، هذا كلام شيخ عبد الرحمن خالد، انظف ثوره عرفت التاريخ ثوره مصر، التنسيق اللي بينهم والكذا والكذا، ما صار في خراب ولا صار اي ما صار خراب، كل هالبلطجيه طلعوا، كل هالقتل وكل هالذبح وكل كل هذا ما صار. ثم يقول ان افترى عليه عبد الله السبت لما قال هذه يرى الثورات، طلع افترى عليك الان ايدت الثورات، بل قال حتى ايش يحتفل بذكر الثوره، مشروعيه احتفال بذكر الثوره، ما كذب عليك انت ترى هذا الشيء. يقول يتهمني بالاخوانيه والسروريه، في كتاب اسمه نقض الفريه، انا قاعد اكتب فيه الايام نقض الفريه في الرد على عبد الله السبت، يتهمني هل الاخوانيه تهمه؟ عندك يا شيخ عبد الرحمن خالد اخوانيه تهمه؟ ما انت قاعد تأيد الاخوان وتأيد التبليغ وخرج مع التبليغ وتأيد الجماعات، هو يقول هذا الكلام؟ والله تبليغ ايش يقول؟ والله الشيخ عبد الرحمن خالد خرج معنا، الشيخ عبد الرحمن خالد خرج معنا. شوف يعني انت ترى هذه الفرقه وترى هذه الجماعه، هل الاخوان المسلمين تهمه؟ إن كانت أخوان المسلمين واستبلغت تهمة فقد اتهمك عبد الله السبت بأنك أخواني، لكن أنت ترى الأخوان زينين ورايح تبايع مرسي ورايح مع القرضاوي حق مرسي، وهذا الكلام ثابت مش قيل وقال، لأن لما اختلف مع ياسر برهامي ياسر كتب قال أنت بعيد أصلا عن مصر، ما شفناك إلا مرة في الزيارة، لما جيت لزيارة مرسي مع القرضاوي حطها منو هذا؟ ياسر برهامي، فقرأتها فاكتشفت، فرحت راسلت ناصر شمس الدين من أخص طلاب عبد الرحمن خالد، إن شاء الله أنه يوصل كلام عبد الرحمن خالد، أرسلت لك ده صحيح؟ قال نعم صحيح، مع القرضاوي مع عجل النشمي مع قاضي المذكور. خلصنا، إيش التهمة لما يقولوا أنك إخوان؟ الإخوان يعني مو زيني؟ ما أنت رايح وياهم ورايح تبايع، واتصل علي أخونا واحد من الإخوان اسمه يوسف الحربي وقال له هل المرسي بيع؟ قال نعم في عنق بيعة في عناق المصريين لمرسي. طيب له بيعة معنا حكم الديمقراطية، وين توحيد؟ أنت يقول توحيد حكمية حكمية، وقال مش عارف ما في حكم لا 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 لا، دولة مدنية مش دينية ديمقراطية. إذا وين كلامك في السنة كلها؟ التناقضات هذه تجي تترك العلماء اللي 60 سنة وخمسين سنة واربعين سنة في علم التوحيد والعقيدة وألفوا فيها ودرسوا واشرحوا وعادوا وكرروا، تترك كلامهم وتروح تأخذ كلام اللي ما له عناية في التوحيد ولا في العقيدة؟ والله يا أخي فكر، يعني أنت لو تبي تروح تعالج عندك مشكلة في الأسنان تروح حق طبيب جلدية؟ ها؟ لا يا أخي، مش متخصص ولا عنده عناية، وهذا الواقع يشهد. لو كان عنده عناية شوف كتاب عقب كتاب كتاب عقب كتاب يشرح كتاب بالعقيدة. عقيدة يا أخوان مش معناها كتيب تدرسها يوم الأيام وتصفط وخلصت، أو التوحيد تقرأ يوم كنا في سنة أولى بالكلية درسناه وخلصنا منه، لا، التوحيد معاك حتى تدخل به الجنة، هذا التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كنت داعي للتوحيد فليكن التوحيد يوميا يوميا تدعو للتوحيد تكلم التوحيد. الآن الشيخ عبد الرحمن خالد قال إيش؟ لا مانع أن يقتل ألف ألف في رابعة من أجل إيش؟ العدل والحق. ألف ألف يعني مليون يا أخي، ما قلت ما عشرة يموتون في سبيل التوحيد علشان يرجع مرسي يموت مليون، مو صحيح. ثم يتباكون على الناس اللي ماتوا
يا أخي الناس اللي ماتوا أنتم سببتوا في قتلهم والله. يعني لو واحد جاي مثله ماشي بدبابة ولا تروح تنبطح أمامه ويدوسك تقول مات داسه بالدبابة، ليش يا أخي تقول أنبطح هنا؟ يقول مثبتوا لو قتل منكم ألف ألف من أجل قضيتكم من أجل العدل ليس بكثير. كم تبي الكثير؟ إذا مليون مو كثير، كم؟ ثم يقول إن الاعتكاف في رابعة خير من الاعتكاف في مسجد الله الحرام. عبد الرحمن الخالق ليش يقول ليش؟ أنا بفهم يا شيخ عبد الرحمن الخالق، يا رب يوصل لك هالكلام يا شيخ، ليش أنت ما رحت رابعة؟ لأن مصر ما يبي السلاح، وصح مريض صح كبير بالسن ما يبي السلاح، بس انبطح تجيك الدبابة. يقول إن شهيدكم أعظم شهيد، ليش شفاتك الشهادة يا شيخ عبد الرحمن؟ الآن يمديك بعد حين يمديك تقدر تروح تقول كلمة حق بوجه السيسي عند سلطان عنده، يلا روح خلي يقتلك. كم باقي عمرك؟ 80 إلا سنة 79 عمرك ومريض، روح حرك. توحيد حاكمية من أجل التوحيد، ما يجوز أن نقضي على عيال الناس بهذه الطريقة. الناس نساء حتى بالكويت قال ربيع خليجي 620 واحد عليهم قضايا الآن اللي اقتح المجلس واللي مش عارف ايش. وين كتبت مقال للشيخ عبد المقال بعنوان يا شيخ عبد المقال، هكذا العنوان موجود في موقعي، يا شيخ عبد المقال قل خيرا ولا تصمت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قلت له لا تصمت إذا عندك خير، ما سمعنا على كلمة نهى لا وليد الطبطبائي ولا شافي سلطان ولا نبيل العوضي ولا ناصر شمس الدين اللي أججوا وشالوا وحاطوا طلابه، ما يقول للشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن وهو يسمعهم وطلابه ويقول نجهز 12,000 مجاهد بأي صفة أنت؟ يقول أنت بأي صفة تجمع حق 12,000؟ ثم وين راح تودي 12,000؟ مع أي جبهة؟ علمنا يا شيخ عبد الرحمن خالق. هذا شافي سلطان تلميذك يقول الكلام وناصر شمس الدين يقول هذا الكلام، 12,000 بسوريا معاي جبهة، معاي جبهة، علمونا. منين تأخذ فلوس؟ من أذن لك؟ من أنت حتى تجهز 12,000؟ هذا حتى في ضرر على البلد، لأن ممكن الناس تروح هناك تقاتل تسوي لهم فتن يرسلوك ناس يأدبونك يفجرون هنا في البلد، مثل ما أنت أرسلت 12,000 ما في حد أمسكه، ما سمعنا منك كلمة. قلت لا لا تفعل هذا الفعل، حتى صارت هذه الفتن كلها. ارحل ما ارحل، بيرو ما بيرو، مو طلابك مو ولي الطبطبائي وغيره، تقول لي توحيد حاكمية؟ لا يا اخوان ما في شيء اسمه توحيد حاكمية. هذا مثل ما قال الشيخ صالح فوزان توحيد الاخوان المسلمين، هذا مثل ما قال الشيخ ثمين اراد بهذا التوحيد توصل للحكم لتكفير الحكام. التوحيد معروف منذ مئات السنين عند اهل العلم، قال الله عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميه رب السماوات والارض ما بينهما هذا ايش ربوبيه ها فاعبده واصطبر لعبادته الوهيه هل تعلم له سميه هذا اسماء وصفات الحكم ان كان اردت من افعال الله واسماءه فهو اسماء وصفات ربوبيه وان اردت ان نتعبد الله بتطبيق احكامه فهذا الوهيه فلماذا تقول ايش توحيد تحاكم ثم تقول اصطلاح يا اخي ماذا ليش المعركه هذه كلها من اجل اصطلاح تنازل يا اخي خليك مع علماء التوحيد ايش بطلع لك اصطلاح بروحك لا 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 هذا غلط غلط كبير والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه